النتائج ماشيه منطقيه جدا ريني فايلر لما اول ما جه لو كنت قلت لاي حد هيقف في شهر ديسمبر يتسلم جائزه افضل مدرب في مصر كان لك هو ما فيش موضوعيه باماره ايه وعشان ايه؟ حتى لو عمل ايه ازاي في ثلاث اشهر يستطيع ان يكسب كل القناعات؟ وهو ما فعله في ظاهره قلما تتكرر يعني صحيح. آه ساعد على هذا الرصانة اللي في شخصية الرجل ده وامتزجت القوة بال... بال... بالهدوء بالمواقف الواضحة اللي ما حدش بيقدر يفصل عليها فربنا آه وفقه فيما هو قادم ويا رب آه بلاتينيوم يوم السبت القادم يكون انطلاقة افريقية حقيقية له ان شاء الله